بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا اليوم هو تصريف الفعل الأمر وإعرابه. تصريف الفعل الأمر وإعرابه. نبدأ على بركة الله. عادينا نصرف الفعل كتب في الأمر، الفعل كتب. الآن ضمائر اللي نصرف فيها الفعل في الأمر هي ضمائر المخاطب فقط، ضمائر المخاطب فقط، هي أنت وأنت، أنتما، أنتم، أنتن، هذه هي ضمائر الغائب. أما الضمائر الأخرى كما ضمائر المتكلم وضمائر الغائب، هذه ما تيقوش نصرفوا فعل الأمر مع هذه الضمائر. نبدأ ضمائر المخاطب وهي أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، هذه هي الضمائر اللي نصرف فيها فعل الأمر. من يقول لك الأستاذ صرف لي أي فعل في الأمر، هذه هي الضمائر فقط، ما تستعملش ضمائر أخرى. الآن أنت أكتب، هذه عزيزي التلميذ إذا طلب منك الأستاذ باش تعربها، قول له باللي أكتب فعل أمر مبني على السكون، فعل أمر مبني على السكون. أنت أكتبي، أنت أكتبي، هذا الإعراب تاعو هو فعل أمر مبني على حذف النون، مبني على حذف النون. وياء المخاطبة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. أعيد الإعراب، أكتبي فعل أمر مبني على حذف النون، وياء المخاطبة هذه الياء اللي راهي في الأخير ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. الآن ضمير أنتما المثنى، الآن أنتما أكتبا، أنتما أكتبا، إذن أكتبا الإعراب تاعو هو فعل أمر كذلك مبني على حذف النون. أكتبا فعل أمر مبني على حذف النون. وألف الاثنين يعني تخص المثنى، وألف الاثنين ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. أكتبا فعل أمر مبني على حذف النون، وألف الاثنين ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. أنتم الجماعة، الآن أنتم أكتبوا، أنتم أكتبوا، كذلك فعل أمر مبني على حذف النون، مبني على حذف النون. وواو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. أعيد الإعراب، أنتم أكتبوا، إذن أكتبوا فعل أمر مبني على حذف النون. وواو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. الآن أنتن، أنتن أكتبنا، أنتن أكتبنا، الإعراب تاعو هو فعل أمر مبني على السكون، ونون النسوة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. أعيد، أنتن أكتبنا فعل أمر مبني على السكون، ونون النسوة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. الآن أعيد التصريف، أنت أكتب، أنت أكتبي، أنتما أكتبا، أنتم أكتبوا، أنتن أكتبنا. إذن هذا هو التصريف تاع الفعل الأمر، وأي فعل أمر يصرف بهذه الطريقة، يصرف بهذه الطريقة، الفعل الصحيح، الفعل الصحيح. هناك الأفعال المهموزة للفعل تاعها في همزة، وهناك الأفعال المضاعفة مثل عد، مد، شد إلى آخره، هذه إن شاء الله في المستقبل سنقوم بتصريفها إن شاء الله.
إلى هنا عزيزي التلميذ أكون قد أنهينا هذا الدرس، أتمنى أن تكون قد فهمته جيدا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.